أولا تظاهرات الإطار التي دعا لها كان واضح جدا الرسالة منها أنه لا أحد يدعي تمثيل الشعب العراقي بصورة كاملة. لا تخرج تظاهرة عزبية وتقول نحن نمثل الشعب العراقي، هذا أولا. الأمر الثاني كانت الدعوة لاحترام المؤسسات الشرعية، احتلال البرلمان، السلطة التشريعية، الذهاب لابتزاز السلطة القضائية، هذا الأمر لا يفضي إلى تحقيق مطالب تكون هي القضائية. أساس بناء وطن. بس هذا هو كان الرسالة. ابتزاز، أنت قلت ابتزاز دكتور؟ الجمهور نعم، تظاهرات ذهبت إلى السلطة القضائية والتغريدة كانت واضحة، إذا أردتم أن توصلوا رسالتكم إلى السلطة القضائية، هذه واضحة. وبعد ذلك حصل الانسحاب. هذا الأمر هل يطابق مسارات ديمقراطية؟ هل نحن نحترم مؤسساتنا أم لا نحترمها؟ البرلمان اليوم اللي عطلنا عمله، كل اللي بيه فاسدين، لو هذا الضغط فقط حتى يعطل أمر معين، والضغط على طرف واحد هو خصم سياسي.